بعد يومين من التكهنات بخصوص مهمة الوفد الحوثي في السعودية بدأت تتكشف أبعاد تلك المهمة، وبعد أن كانت الأحاديث تدور حول عملية تبادل أسرى بين الجانبين، فإن توقيت الزيارة وحجم الوفد لا يشيران إلى أن تلك هي المهمة الوحيدة، وأن مسار من المفاوضات قد انفتح بين الجانبين. بيان صادر عن قيادة قوات التحالف العربي قال إن شخصيات قبلية واجتماعية يمنية سعت لإيجاد حالة من التهدئة على الحدود اليمنية المتاخمة للمملكة العربية السعودية لإفساح المجال لإدخال مواد طبية وإغاثية للقرى اليمنية القريبة من مناطق العمليات، وقد استجابت قوات التحالف لذلك كما جاء في البيان. إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن الوفد يشارك فيه عدد من القيادات السياسية والعسكرية لميليشيا الحوثي، وأنه لا يزال متواجدا داخل الأراضي السعودية فيما تتمحور المفاوضات حول وقف إطلاق النار على الحدود. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق أن وفدا حوثيا يجري مباحثات مباشرة مع مسؤولين سعوديين تتعلق بإيقاف الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع على الجانب السعودي من الحدود، مقابل إيقاف الغارات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف على مواقع وتعزيزات الميليشيا، مع محاولة التحالف الانقلابيين إضفاء طابع غير رسمي على هذه المباحثات وجعلها تبدو كوصادة قبلية تقودها قبائل الحدود. الحكومة اليمنية من جهتها نفت على لسان وزير خارجيتها وجود أي مفاوضات سرية بين الرياض وميليشيا الحوثي، مؤكدة أن قناة الاتصال الوحيدة مع الميليشيا هو المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وأن هناك محادثات يجريها ولد الشيخ للتحضير لجولة جديدة من المفاوضات. أيا كان هدف الزيارة ونتيجتها، فإنها لا تعني أن هناك نهاية وشيكة للحرب، ولكنها بحسب بعض التقديرات قد تعني بداية شكل جديد منها.